بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثانية ثانوي علمي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. إذا ما زلنا معكم مع دروس الهندسة في الفضاء، وهذا طلبا من إحدى المشتركات لنحييها لتقول أنها يعني راهي متقدمة في البرنامج، حبت تقرأ هذه الدروس، حبيت ندير لها يعني الخاطر تاعها ونجيب وجيب لها على السؤال تاعها، وان شاء الله في المستقبل راح يستفادوا منه من كل هذه الدروس اللي راح يوصلوا لهم. اذا بالتوفيق للجميع. اذا وصلنا للدرس الرابع، وهو التمثيل الوسيطي للمستقيم في الفضاء معرف بنقطة معلومة وشعاع توجيه. احنا شفنا في المستوي ان المستقيم معرف بالمعادلة Y يساوي AX زائد B، ولكن فيها في الفضاء راح يختلف الامر، راح ما نقولوش معادلة المستقيم ولا راح نقول التمثيل الوسيطي للمستقيم. راح تشوفوا لماذا سميناه الوسيطي. الان كيف يعني نشرح لكم هذا الدرس؟ راح نعتبر ان الدلتا، المستقيم دلتا اللي رسمته هنا، يشمل النقطة A. إذا النقطة معلومة، لأنني درت في العنوان أنه يشمل معرف بنقطة معلومة وشعاع التوجيه. إذا عنده A نقطة من الفضاء، عرفت الإحداثية تاعها هي XA YA ZA، وشعاع التوجيه دائما أي مستقيم له شعاع توجيه يوازي هذا المستقيم، قد ينطبق عليه ولكن يوازيه وله منحى معين. شوفوا معايا، اذا قلت ان شعاع التوجيه راح يكون معرف، اذا هنا باش ندير التمثيل الوسيطي راح اعرف نقطه من دلتا لتكون اي نقطه على هذا المستقيم وتكون النقطه ام. طبعا راح تكون النقطه هذا من الفضاء، راح تكون لها احداثيه تاعها، راح تكون اكس واي زد. اذا هذه النقطه كي تكون على دلتا راح تحقق الشرط التالي، أن الشعاع AM راح يكون موازي لشعاع UU، يعني شعاع التوجيه. أي نقطة من المستقيم راح تكون AM أو AY أو AL أو راح يكون دائما مع شعاع U متوازيين. إذا راح نقول أن حيث AM، بما أن AM يوازي UU، راح نقول مباشرة أن حيث AM يحقق الشرط التالي، AM و الشعاع التوجيه راح يكون مرتبطان خطيا. شفنا في الفيديو السابق العلاقة بين الارتباط الخطي والتوازي، مرتبطان خطيا، وعرفنا كيفاه راح نثبت أن شعاعين مرتبطان خطيا. الآن نستعمل هذه، بما أن AM وU مرتبطان خطيا، يعني ذلك أولا نحسب إحداثية AM ونحسب عندي U، راح أطبق هذا الشرط باش تخرج لي التمثيل الوسيطي للمستقيم. AM تاعي راح يكون كالتالي، حنا فاصلة X، فاصلة M هي X، إذا X ناقص فاصلة A قلنا أنها XA. راح نشوفه في المثال التطبيقي، راح نطبق بالتمثيل العددي بالأمثلة العددية، ثم Y ترتيبة M ناقص ترتيبة A، ثم Z ناقص زد A. هذا بالنسبة لشعاع AM، قلنا أنه مرتبط خطيا مع U. U تاعي المركبة تاعو هو ألفا بيتا ثم جابا. الآن قلنا أن AM و U مرتبطان خطيا، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك وجود عدد حقيقي ثابت، حيث AM يكتب على شكل مثلا T في U، نكتب نتابع. إذا بيسك عندنا AM يساوي T في U، إذا نعوض AM تاعي، إذا AM يساوي T في الشعاع U. قلنا أن T تاعي ما نساوش أنه ثابت حقيقي ينتمي إلى R. شوفوا معي، إذا AM يساوي T في U، هذا يكافئ منطقيا أن نعوض المركبة تاع AM، وشنو هما؟ هي X ناقص XA و Y ناقص YA و Z ناقص ZA. راني نمشي لكم خطوة بخطوة باش تعرفوا من جد كل هذه العلاقات، تساوي T في U،
إذا العدد الحقيقي راح نضربه في مركبات الشعاع، وشفنا بلي كي نضرب عدد حقيقي في شعاع وش يمد لي، راح نضرب كل مركبة في تي. إذا تخرج لي تي في ألفا وتي في بيتا وتي في جاما. وعندنا أيضا أن، وهذه ممكن نكتبها هي نفسها باش فقط بما أن الضرب التوزيعي نكتبها على شكل ألفا تي نفس الشيء، بيتا تي وجاما تي هي نفسها، تبعوا فقط معي الخطوات. الآن عندي تساوي مركبات، إذا هنا كيكون عندنا تساوي شعاعين، إذا المركبة الأولى تساوي المركبة الأولى، يعني x ناقص x a تساوي ألفا تي، و y ناقص y a تساوي بيتا تي، و z ناقص z a تساوي جاما تي. إذا نكتب، إذا قلت يكافئ. الآن راح ننقل ناقص x a للطرف الأيمن، واش تولي لي x؟ ماذا يساوي؟ راح يساوي لي x a زائد t ألفا. y ماذا يساوي؟ ننقل ناقص y على الطرف الأيمن، واش تولي لي؟ تولي لي y a زائد t في بيتا. ثم أخيرا z ماذا تساوي؟ تساوي ننقل z y على الطرف الأيمن، z a زائد t جاما. وهذا التمثيل هو دلتا، هو المستقيم دلتا. إذا هذه الكتابة هو التمثيل، إذا هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا في الفضاء. إذا لماذا سميناه الوسيطي؟ لأن ما ننساش فقط أن أذكر أن تي تاعي هو عدد حقيقي ثابت، وملاحظة أن تي هذا هو نفسه الموجود هنا ونفسه الموجود هنا. فقط ملاحظة، أولا نكتب هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم دلتا في الفضاء. فقط ملاحظة، شوفوا معايا التمثيل الوسيطي هذا، شوفوا معايا x a y a z a. إذا هذه الإحداثيات هي إحداثيات النقطة a، أما ألفا بيتا جاما هي مركبتي الشعاع التوجيه U. إذا كي يمد لكم مثلا يكون يمد لكم تمثيل وسيطي لمستقيم، دائما النقطة الأولى الأعداد اللي موجودة هنا هي نقطة تنتمي، إذا قلنا أن النقطة A تاعي هي XA YA ZA، قلنا أنها تنتمي إلى المستقيم دلتا. وكي يمد لكم T الأعداد المضروبة في T هي مركبتي شعاع U، هذا هو شعاع توجيه ألفا بيتا جاما. ندير لكم مثال عددي باش نشرح لكم أكثر. شوفوا معايا مثلا كتبت لكم التمثيل الوسيطي للدلتا هو كالتالي X يساوي 3 ناقص 2 T، ثم بعد ذلك Y يساوي 5 زائد T، أما زاد يساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة تي. الآن هنا المعلومة الأولى اللي عندكم أن النقطة ثلاثة خمسة ناقص واحد هي نقطة تنتمي إلى دلتا، هذه هي النقطة A تاعي نسميها A، إذن هذه النقطة تنتمي إلى دلتا. أما شعاع التوجيه، شعاع التوجيه U تاعي، إذن U شعاع التوجيه، كيف أعين توجيه لدلتا؟ ما هو مركبتي شعاع التوجيه تاعي؟ إذا راح ندي الأعداد اللي راهي أمام تي، إذا ندي ناقص واحد وهنا واحد، وندي ناقص ثلاثة أيضا. إذا ما هي مركبتي شعاع يو تاعي؟ يو تاعي راح يكون ندي الأعداد التي معاملة تي، إذا هي ناقص اثنين واحد ناقص ثلاثة. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا إلا حبيت نلقى نقطة أخرى غير A تنتمي إلى دلتا، إذا مثلا يقول عين نقطة تختلف عن A تنتمي إلى، أو نقطتين، النقطة الأولى نمد هذه النقطة، النقطة الثانية كيف وش راح ندير؟ راح نمد قيمة لـ T،
دائما تي ينتمي الى ار، نمد مثلا من اجل تي يساوي واحد راح تخرج لي نقطة تنتمي الى دلتا. شوفوا معايا، يقول اوجد نقطة تنتمي الى دلتا. احنا عرفوا ان النقطة الاولى هي 3 5 ناقص 1، هذا من اجل تي يساوي صفر. ولكن باش نلقاو نقطة اخرى تختلف عن ا، واش راح ندير؟ نمد اي قيمة لي تي، لان تي عدد حقيقي، تي يساوي واحد يساوي ناقص واحد يساوي جذر 3 يساوي جذر 5 الى غير ذلك. انا مديت لكم ابسط قيمة. اذا واش راح نتحصل على التالي؟ اكس ماذا يساوي؟ نعوض 3 ناقص 2 في 1، نعوض تي من اجل تي يساوي 1. يغرك ماذا يساوي؟ يساوي 5 زائد تي، يعني زائد 1. زاد يساوي ناقص 1 ناقص 3 في 1. اتحصل على التالي، اكس ماذا يساوي؟ 3 ناقص 2 1. يغرك ماذا يساوي؟ 5 زائد 1 6. زاد ماذا يساوي؟ عفوا، زاد ماذا يساوي؟ ناقص 1 ناقص 3 زاد يساوي ناقص 4. وبالتالي تحصلنا على نقطة أخرى نسميها ب، اللي إحداثيتها هي 1 6 ناقص 4. إذا أتمنى فقط أن يكون واضح، وهذه النقطة تنتمي إلى دلتا. في كل مرة نمد قيمة لتي أتحصل على نقطة من دلتا. سؤال آخر ممكن يقولكم تحقق أو هل فقط، لا ماشي تحقق، هل النقطة مثلا أي نمد لكم نقطة يمد لكم الإحداثية تاعها تنتمي إلى دلتا، في هذه الحالة واش راح دير؟ إذا قلت لكم كي يمد لكم هل النقطة سي ذات الإحداثية 1 0 1 تنتمي إلى دلتا، في هذه الحالة عندنا التمثيل الوسيطي لدلتا هو إكس يساوي 3 ناقص 2 تي، إيكغريك يساوي 5 زائد تي، وزاد يساوي ناقص 1 ناقص 3 تي، مع تي عدد حقيقي. شوف معايا كيف راح نبين يعني نشوف هل النقطة تنتمي أم لا. طبعا سي عندها الإحداثيات، إذا 1 تمثل إكس، 0 تمثل إيكغريك، و1 تمثل زد. راح أعوض كل هذه الإحداثيات في التمثيل الوسيطي، وبالتالي إذا نتحصل على التالي. إذا نعوض إكس بالواحد تولي لي 1 تساوي 3 ناقص 2 تي. إذا نكتب نعوض إحداثيات النقطة سي في التمثيل الوسيطي، إذا دائما الخطوة الأولى تعويض إحداثية النقطة سي في التمثيل الوسيطي. إذا عوضنا إكس بالواحد، الآن إيكغريك بصفر، تصبح 5 زائد تي، ثم زاد بالواحد تساوي ناقص 1 ناقص 3 تي. الخطوة التي تليها، يعني نسميها هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية راح نحل هذه الجملة. إذا نحل هذه الجملة ذات المجهول تي، إذا هذه تكافئ. نبدأ بالمعادلة الأولى، إذا راح تكافئ لي التالي، ناقص 2 تي نردها للطرف الأيسر تولي لي زائد 2 تي تساوي 3، نخليها في مكانها، ننقل زائد 1 تولي لي ناقص 1. إذا تصبح 2 تي تساوي 3 ناقص 1 وتساوي 2، منه تي كم يساوي؟ نخليها فيما بعد. الآن هنا نحل المعادلة الثانية، تي كم تساوي؟ تساوي ننقل تساوي ناقص 5. الثالثة شوفوا معايا، زائد 3 تي تساوي، هنا ننقل ناقص 3 تي للطرف الأيسر تولي لي 3 تي، هنا ناقص 1 يبقى في مكانه ناقص 1. الآن أكمل هنا، 2 تي تساوي 6 تي، إذا تي ماذا يساوي؟ تساوي 2 على 2 ويساوي 1. هنا تي تاعي في القناة في المعادلة الأولى تساوي 1، في المعادلة الثانية واش لقيناه؟ لقيناه تساوي ناقص 5. بدون ما أكمل المعادلة الثالثة، هنا فقط واش نلاحظ؟ نلاحظ أن في المعادلة الأولى خرجت لي تي تساوي 1، وفي المعادلة الثانية تساوي ناقص 5، وهذا مستحيل. نقول مستحيل، واش معنتها مستحيل؟ أن تكون لنفس المجهول قيمتين مختلفتين في آن واحد. هذا يعني، ويعني ذلك، واش معنتها؟ يعني ذلك أن سي لا تنتمي إلى المستقيم دلتا. واش معنتها أستاذة؟ ما فهمتش. يعني باش تكون النقطة تنتمي إلى المستقيم لازم تكون قيمة، القيمة تي اللي نلقاها في المعادلة الأولى تساوي القيمة اللي نلقاها في المعادلة الثانية وتساوي المعادلة الثالثة. شوفوا معي، لو كان لقيت هنا تي تساوي 1 راح أكمل المعادلة الثالثة، بما أن لقيت أن القيمتين مختلفتين أقف عند هذا الحد. نقول مستحيل،
مستحيل أن تكون مجهول واحد عندها قيمتين مختلفتين في آن واحد، وبالتالي نقول أن النقطة سي لا تنتمي إلى المستقيم دلتا. أتمنى فقط أن يكون واضح، أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الفيديو القادم. نتمنى أنكم راح تستفادوا من كل هذه الفيديوهات، ما تنسوناش فقط بالدعاء إذن، وتكون صدقة جارية لي وللوالدين كريمين وللجميع ولكم أيضا. إذن ما تنسوناش بتعليق جميل والاشتراك في القناة ليصلكم ما هو كل جديد. سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.